Qu'elle soit courtisane, érudite ou dévote, péninsule des bruits, des couleurs et de l'or, ville marchande et rose, voguant comme une flotte qui cherche à l'horizon la tendresse d'un port, elle est mille fois morte. Marhaba, رجعت لكم وحابة أحكي عن التلميذ اللي راح يمرق هلأ. إنسان كتير رائع وفنان وإجا لعندي ما بيعرف شي بالموسيقى بس مثقف بيسمع كتير بس وبحب يتعلم وبحب يوصل. أنا يلي أكتر شي تعلقت فيه من ورا إنه بده يوصل. أنا كل تلميذ عنده إجمالا كل تلميذي يلي عندهم طموح هولي بوين فابل لإلي. أنا كتير بتأثر بناس عندهم طموح وحد هالشي قال لي يا مدام أنا بدي غير كل حياتي بدي فوت بالموسيقى الرائي ما بدي حيالله موسيقى ولا بدي بس اتسقف. أهلا وسهلا فيك سامر. حاضر سامر؟ دايما خد وقتك تحكلي خلي راسنا مجلس يلا عمالك خلي راسك شغله كتير حلوه وصبتها كتير حلوه بس رجعت راسك لورا لانه يلي جاي اصعب يمكن ما تزبط من عيده تسملي وما تهز راسك جرب نرتاح نكزة نرجع بناخد نفس منيح ونرجع من عيدة برافو سامير الرنه ظهرت لبرا خد وقتك بعد وحدة أكيد حلو هلا بدي منك لأنه تخطينا الميديوم بدنا هالنوتة يلي جاي من بعدها بدنا نوسع لها عرض وطول مظبوط أعجل شوي برافو سامر سامر باريتون مبين وصوت صعيب يطلع وواحد بيفكر انه بده يطلع سير تينور لا باريتون لانه في دفى بصوته في الصوت عريض وبينزل هيدا الصوت اذا انشغل منيح بيروح كتير لبعيد بس بده يطول باله وهو مطول باله بس انا دايما بكرر هالشي لكل التلاميذ بقول لهم طولوا بالكم لأنه الصوت مش مسحة جزء من الإنسان
كيف ما برمنا إذا ساخنين ما بيلبينا، إذا راسنا عم بيشتغل ما بيلبينا، إذا مبحوحين ما بيلبينا. هلأ شو اللي بيساعدنا؟ إنه بطولة البال شوي شوي منصير بروفيسيونيل، لأنه لما منصير بروفيسيونيل نتخطى كل هالصعوبات. بصفي الزلعين موجودة تحت، الصوت والبوزيسيون بتصير فوق، ما بيحتكوا ببعضهم، بغنوا ساعتين وثلاثة يا جبل ما يهزك ريح. أهلا وسهلا فيك ابني. أهلا فيك. شو بتحب تعطي رأيك؟ اف يلي ما بيعرف صوته او منه سامع صوته ما بيعرف حاله بهيدا الدنيا. فالصوت هو اكثر من غنى واكثر من حكي واكثر من شيء اللي بنسمعه نحن. فيلي بده يلاقي حاله بهيدا الدنيا بده يتعلم فوكاليست يلاقي صوته ويلاقي حاله. حلو.